يقول: ما حكم لعن الزوج لزوجته دائما ولعن ملتها ودينها لأقل الأسباب؟ لعن المؤمن كبيرة ومعصية، وإذا صدرت اللعنة إلى من لا يستحقها رجعت إلى قائلها. وأما لعن الدين فهو ردة عن دين الإسلام، الذي يلعن دين المسلم ودين المؤمن أو المؤمنة هذه ردة عن دين الإسلام والعياذ بالله. نعم.